الشابتر الجديد اللي رح نحكي عليه إسا هو الكامبايلوباكتر والهيليكوباكتر. لما نحكي على الكامبايلوباكتر والهيليكوباكتر بنحكي على إشي بيعيش في الأمعاء، فبنحكي على انترايتس بولينيوروباثي. هذا بولينيوروباثي سايد إفكت بيكون عندنا مش دايركت. غاسترايتس، بيبتيك ألسر، غاستريك ألسر أسوشيشن. فإحنا بنحكي على تنتين عائلتين بهمونا جدا في الجي اي تراك. كامبايلوباكتر مينلي كامبايلوباكتر جيجيني فود بورن باثوجين كنا بالامعاء، اسوشيتد وذ فيكال كونتامينيشن اوف فود اور ووتر، يعني من انسان لانسان اجمالا، من يعني شو صار عندي كونتامينيشن للماي طبعا، وهي اكثر المسببات من البكتيريات المسببه للانترايتس، بكتيريا الانترايتس. طبعا الفلاجيليت وعندها سبايرال توكسوجينيك مايكرو ايروب كابابل انفيدينج هوست سيلز، هذا كله بنحكي على كامبايلوباكتر جيجيني. اجمالا سيلف ليميتنج اجمالا كدياريا، ممكن تروح عندي كدياريا ابدومينال بين، دياريا، ممكن يكون عندي بلد مع لوكوسايت. اجمالا العلاج في الانتيبيوتيك فقط في السيفير كيسز، ولكن سيلف ليميتنج بتروح العالم. اذا ندير بالنا انه ممكن يكون عندنا بلد مع لوكوسايت في الستول، مع دياريا، مع ابدومينال بين، ولكن اجمالا هو سيلف ليميتنج واستخدام الانتيبيوتيك فقط في حالات السيفير كيسز، لانه اجمالا استخدام الانتيبيوتيك هو راح يقتل البكتيريا، كمان راح يدمر النورمال فلورا اللي موجوده عندنا. هيليكوباكتر بايلوري، فلاجيليت، سبايرال مايكروب، كمان ايروب، تعمل عندنا البيبتيك ألسر والغاسترايتس تعمل عندنا اجمالا، وهي من الريسك فاكتور للغاستريك ألسر. يعني بس الكانسر هنا مش هي اللي بتسبب، وهي ريسك فاكتور لحدوث الكانسر. طبعا تعمل لي سيل دامجين توكسين. طبعا ممكن طبعا عندنا اجمالا كمان تعمل عندنا alter host cell signal transduction pathway، فبتخربش لي عندنا اجمالا عمل الخلايا. The transmission route كيف بتنتقلنا لنا البيبت الهيليكوباكتر بايلورا لحديت اصلا نعرفش، هل هي بتنتقل منا orally مش كيف، بس احنا بنعرف انها فاميليا يعني بالعيله، اذا واحد بالعيله مصاب بالعيله مصاب، ولكن هل كيف بتنتقل من شخص لشخص احنا ما exactly بنعرفش. الترانسميت از باي التريتمنت طبعا باي الايراديكيشن للاتش بايلوري كومبينيشن للانتيبيوتيك. اجمالا عندنا مجموعه كبيره من العلاجات، ما في عندنا علاج يعني رجيم معين يعني كيف نتعامل، كل بلد إلها أو كل طبيب له رجيم معين أو بروجرام معين في الأنتيبيوتيك اللي بيعالج الـ H. pylori، رح نشوفها كيف إحنا نتعامل مع الـ H. pylori. كامبايلوباكتر، أول شيء بنحكي على كامبايلوباكتر جيجيني، جرام نيجاتيف، كيرفد، رود، بولر فلاجيل، عشان هيك بتعطيني إشي بنسميه جل وينجز. الجل بتعرفوه اللي هو النورس، لاحظوا إنه كيف تعطيني شكل الجرام ستين زي كأنه زي شكل النورس. أوكسيديز بوزيتيف، مايكرو إيروفيليك، وهي أهم واحدة grows at 42 degree، بتفضلها بتعيش فيها كتير منيح. إجمالا على كامبي أور سكيرو إيجار إلى خصوصي تنمو على 42 درجة، وهنا إذا أخذناها من عينة ستول إجمالا الأذر بكتيريا ما بقدروا يعيشوا، فهي إجمالا سيلكتيف تمبرتشر، فإذا هي بتعيش على درجة 42 كسيلكتيف تمبرتشر، فبندير بالنا عليها. ريزيرفا انتستينال تراك، هيومن، كاتل، شيب، دوغز، كاتس اند بولتري. بولتري طبعا نحكي على دواجن، يعني نحكي على الدجاج. ولا ليش حطيت البولتري بالغامق؟ لانه اجمالا درجه حراره البولتري عاده اكثر من 37، عشان هيك بتكون هي بالامعاء عندهم مفضله لإلهم درجه الحراره اللي تعيش فيها الكامبايلوباكتر. فيك الاورال طبعا اجمالا بالبولتري، اذا بنزرع على سكيرو ايجار بالباوتري عالي جدا، موجوده بالطبيعه، موجوده زي ما حكينا درجه الحراره ملائمه لحياه الباوتري.
الباثوجينيسيس طبعا عندي لو انفكشوس دوز، يعني تقريبا حوالي 500 اورجانيزم كافيات يعملوا لي انفكشن. طبعا تعمل انفيجن للميكوزا والكولون، ديستروينج ميكوزا السيرفيس. قلنا ممكن اشوف بلاد اند باس الستول وايت بلاد سيل في انفلاماتوري دياريا، ريرلي بنتريس تو كوز سيبتيسيميا. عشان هيك كنا العلاج هي سيلف ليمتنج، العلاج في حاله اذا كان عندي انا اجمالا صار عندي سيبتيسيميا او صار كومبليكيشن ثاني معها. طبعا الفيرلنس فاكتور عندها ان دي اندوتوكسين فلاجيل موتاليتي عندها الادهيجن الانفيجن. طبعا جيليان بار سيندروم اجمالا انها طبعا جيليان بار سيندروم هو عباره عن اوتو اميون ديزيز ولكن اسوشيتد معاها ومع مجموعه كبيره من البكتيريات، بس هي اكثر وحده اسوشيتد مع الجيليان بار سيندروم، خاصة اللي عندهم الـ O19. عارفين الـ O19 اللي هو الممبرين، الـ O19 اللي عنده O19 اللي مكمبايلو باكتر معها O19 بيكون عندي أكثر probability إنه شكل جيليان بار سيندروم. عشان هيك بندير بالنا الشخص اللي مصاب في الكمبايلو باكتر كمان نفحص الـ O antigen تاعت البكتيريا، بسوى إنه نعملها حتى إنه نتحاشى الكمبليكيشن ونعملها. طبعا عندنا الـ S layer بروتين، وعشان هيك ممكن تعمل لنا زي الكابسول زي الماكرو كابسول. الاكسترا سيلولار كومبوننت عندي الانتيروتوكسين والسيتوباثيك توكسين، هذول الاثنين كمان من الاكزوتوكسين مش الانتيروتوكسين. طبعا الديزيز اجمالا هو جاسترو انترايتس كومن كوز انفكشن لدياري وورلد وايد. الكامبايلوباكتر كمان طبعا انترايتس، طبعا ممكن سلمونيلا بلس شيجيلا هذول ممكن يعملوا عنا، ولكن الكامبايلوباكتر هي اكثر واحدة ممكن تعمل عنا دياريا. مور ذان 10% ستول بير داي، طبعا ممكن تكون مع بلادي عشان تميزوا، يعني ممكن يفوت على الحمام 13 مرات. ابدومينال بين فيفر ماليز نوزيا اند فوميتينج سيلف ليميتينج ان 3 تو 5 دايز، ممكن تطول ل 10 ايام ولكن اجمالا بين 3 ل 5 ايام سيلف ليميتينج. زي ما حكينا اذا صار في عندي كومبليكيشن بعالج، ما فيش كومبليكيشن مش مستعد اعالج. هون في فتره الادخال طبعا انا اجمالا هاي انكوبيشن بيريود تقريبا 3 4 ايام، بعدين بصير عندنا فيفر ابدومينال بين دياريا بلاد انفيسز مرات او مرات لا، عشان هيك حطيناها متقطعه. طبعا هون ممكن تشوف ممكن اعمل ايزوليشن للبكتيريا من الستول، بس بعد فتره 8 ايام من الاصابه تكون نيجاتيف. ممكن يصير عندنا ريلابس في الابدومينال بين والدياريا، يعني ممكن ينقطع عندي وبعدين يرجع عندي الريلابس، ولكن ليوم واحد وبتروح البكتيريا. هذا هو بدير بالنا عليها مع البكتيريا. كيف بتصير عندنا المشكلة بالإنفلاميشن اللي تعمله هي بصير إحنا طبعاً بتعرفوا إحنا في الأمعاء إحنا بناخد كمية من المي، نعمل absorption للمي reabsorption خاصة في large intestine. في حالة الإنفكشن، في حالة الانفكشن اللي بصير عندنا انه البكتيريا تعمل انفلاميشن، بصير عندنا النت فلويد لوست اعلى من النت الابسورب، عشان هيك بصير عندنا ووتر دياريا. فاجمالا هو ان انا بفقد مي، مجرد ان انا بفقد مي اكسس ووتر بتطلع عندي كميه المي لبرا. الكومبليكيشن حكينا من الكومبليكيشن اللي هو الجيليان بار سيندروم، وكنا السيروتايب O19، وهون بصير عندنا كروس رياكتيفيتي بالكامبايلوباكتر الاوليغوساكرايد والجلايكوس فينجوليبيدز على النيورونال تيشو. فانا بصير عندي عندي انتي بودي للاوليغوساكرايد اللي موجود على الكامبايلوباكتر، هذا بيشابه الجلايكوس فينجوليبيدز في الخلايا الانسجه العصبيه عندنا، فبصير الانتي بودي يمسك عليهم، فبصير عندي مناعه ذاتيه. وخاصة كمان الناس اللي عندهم الـ HLA type B27، بس هذا مرحليا مش مطلوب أكثر من هيك، للناس اللي بيعرفوا مناعة ممكن يتميزوها. بس إجمالا الـ HLA type اللي هو نوع من الـ MHC molecule اللي هو الـ MHC1 اللي عندهم B27، هدول الناس عندهم القابلية الأعلى إنهم ينصابوا ويتشكل عندهم جيليان بار سيندروم. يعني في عندي فاكتور انساني وفاكتور من البكتيريا. الفاكتور الانساني هو ال HLA B27 وكمان ال O19 في الكامبايلوباكتر. اذا اجتمعوا الاثنين مع بعض عندي البروبابيليتي الاعلى انه شكل جيليان بار سيندروم اللي هو اجمالا اوتو اميون ديزيز.
طبعا طبعا لما نيجي بنحكي على اللي بيصير عندنا، طبعا اجمالا ممكن عندنا يؤدي لديمايلينيشن للخلايا العصبيه، وهنا بصير عندنا مشكله في حاله الجليان بار سيندروم. طبعا كلتشر الكامبايلوباكتر على سكرو ايجار على 24 درجه على 42 درجه، طبعا اكسبت الفيتس نوع من الكامبايلوباكتر فيتس بتنقل درجه تنمو على 42، ولكن ال 42 زي ما قلنا بودي تمبريتشر اوف ناتشرال افيان ريزرفوار اللي هي ذا بيست تمبريتشر لهذا، عشان كنا بالباولتري هن اهم سورس لها بتنمو بكميات كبيره في الباولتري لانه درجه حرارتهم عاده عاليه. ف the best temperature اللي grow لل campylobacter. microaerophilic cabnophilic بتحب ال CO2، فمن دائما بنحط نعطيها 10% CO2 عشان انميها. بس ما تتفاجئوا في المختبرات اذا مرات بيعمل عليها تجارب عده مرات انه بعد مرتين او ثلاثه ازرعها في المختبر تبطل تطلع non culturable بعد فترة من الزراعة، يعني هي بحاجة لبعض المواد اللي بنعرفهاش نضيفها على الإيجار، ومرات إنه بصير عندي إن ببطل أقدر أزرعها بالكلتشر. طبعاً التريتمنت سبورتيف تريتمنت فلويد إلكترولايتس اللي هو ريهايدريشن زي أي زي دياريا، بنعرف إحنا في الدياريا عادة نعمل ريهايدريشن، بس الريهايدريشن مش فلويد، فلويد أند إلكترولايتس. ممكن طبعا نعمل الاريثروميسين فلوروكوينيرون، طبعا في هاي او في حاله الريزيستنت اللي بنسلن، بس اجمالا زي ما قلنا انا ما بعطيش انتي بايوتيك في حاله الدياريا العاديه لانه مش بحاجه اعطي انتي بايوتيك في هاي الحاله الا سيلف ليميتنج وبروح عند المرض لحاله. هنا البيبر سنه 2015 بحكي عن الجليان بار سيندروم وكيف الميمكري بين الكامبايلوباكتر جيجيني والهيومن بيريفيرال نيرف بروتين. جست انه نحكي لحديث اليوم بعدنا بندرس قديش هالعلاقه بين الجليان بار سيندروم وبين الانفكشن وكيف بتصير عند الميمكري، وكمان هون بحكي على دور الهيتشوكو بروتينز اللي هن لهم دور جدا في قضيه الاستابيليتي تاعت البروتينات والاتاتشمنت مع البروتينات. كمان هنا في بيبر سنة 2013 بتشرح كيف الاتاك بتم كمان مع الجليان بار سيندروم وكيف بصير عندنا الديمايلينيشن لانه بصير انا عندي ميمكري بين الكامبايلوباكتر جيجيني، لازم هاي الانتي بوديز اللي بيمسك الكامبايلوباكتر اطلع عندي نفس الانتي بودي، هذا نفس الانتي بودي ممكن يتعامل مع الميالين شيت، وما هنا بصير عندي طبعا الاتاك للنير سيلز. هسه عندنا مجموعه كبيره من الكامبايلوباكتر، في عندنا بعض اللي بهمونا لاحظوا البلاك هولد، لاحظوا عندنا جاسترو انترايتس اغلبين جاسترو انترايتس، ولكن جيجيني لاحظوا انها اجمالا تعملي كمان جليان بار سيندروم بس كومبليكيشن ممكن تروح لسيبتسيميا من انجايتس سبونتينيوس ابورشن بروكتايتس ممكن تصير عندنا، هاي طبعا كومون. هذول اجمالا ان كومون، الثانيات هذول رير ان نصيبوا الانسان، ولكن هذول الان كومون. في عندنا كولي فيتس، ولاحظوا هاي الفيتس تجينا من الكتل والشيبس وهي كنا عنها بتنموش على 42 درجة، بدنا لأنها لها درجة حرارة 37 عادية، بس ما كنا تعمل عندنا سيبتسيميا جاسترو انترايتس منينجايتس وسبونتينيوس أبورشن خاصة من اسمها يعني لما نحكي عليها فيتس. بس بهمني جدا اللي هي الجيجيني تكونوا أنتوا عارفينها كتير منيح، والفيتس أهم شغلة فيها إنها بتنموش على 42 درجة. هنا كمان نرجع بنحكي على قضية إنه قديش احنا بنيجي نعطي انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك اجمالا ممنوع نعطي انتيبيوتيك على الامبيريكال تريتمنت. الامبيريكال تريتمنت في حالتي من الامرجنسي بتعامل انا وياها، ولكن لازم نودي العينه عندي على المختبر واعمل انا اجمالا السنسيتيفيتي تيست. واليوم زي ما انتم لاحظين قديش في عندي انا جينوم ممكن يكون عندي ميوتيشنز وريزيستنسي في البكتيريات
اللي ممكن تعمل عنا مشاكل كبيرة. وإحنا بنتعم كل اعتقادنا إن أعطينا أنتيبيوتيك بس هي ريزيستنت للأنتيبيوتيك. هيليكوباكتر. هيليكوباكتر طبعا في عنا ثلاثة مهمات. الأولى هي أهم واحدة اللي هيليكوباكتر بايلوري. إجمالا ما فيش أنيمال ريزيرفاب بس بالهيومن. في عنا سينيدي وفينيلي، هدول التنتين ظهروا. طبعا سينيدي وفينيلي بيعملوا مشاكل مش ضروري بس بالهوموسيكشوالز، ولكن كمان بيعمل مشاكل في الناس الثانيين، ولكن ظهرت أكثر شيء مع الهومو الميل هوموسيكشوال الام اس ام ميل سكس ميل. وطبعا كمان من بتعيش في القوارض في الرودنز. جرام نيجاتيف سبايرال جاستريك بكتيريا وذ فلاجيل، اوكسيديز بوزيتيف، يورياز بوزيتيف، وهي اهم واحده يورياز بوزيتيف لانه اليورياز اكتيفيتي تاعتها هي اللي بتساعدها كتير على العمل في المعده، انها تقدر تتعايش في المعده عشان هيك بتعادل البي اتش في منطقه النمو تاعها. مايكرو ايروفيليك بتنمو على 37 درجة على كامبي سكيرو ايجار، واضح جدا نقدر نزرعها. الريزيرفوار للكامبايلوباكتر هو الهيومن، سوري الهيليكوباكتر بايلوري هو هيومن. فيكال اورال 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 فاميلي كلاستر بس اجمالا ممكن بس لحديت اسم نعرف انها فاميلي كلاستر. فاميلي كلاستر معناها بالبيت، اذا واحد في البيت مصاب العيلة كلها مصابة. كيف ليش بالضبط ما بنعرف للهيليكوباكتر بايلوري. طبعا هي موتايل، ومن زي ما قلنا من اهم الاشياء اللي بتساعدها على انها تعمل عندي ديزيز اللي هو اليورياز اكتيفيتي. بتعمل طبعا بتحول اليوريا لاجمالا للامونيوم والبايكربونات، والبايكربونات بتعرفوا طبعا بتعادل لي البي اتش في المعدة حتى انا تقدر تعيش في المعدة. عندي ميوسينيز طبعا هاي للبنتريشن للميوكوز لاير، كمان طبعا هي انفيزيف للستومك لاين، واذا طبعا لما بتكون عندي البي اتش نيوترال لانه اجمالا بتغير البي اتش. انفلاميشن از برومينانت، وتو بايوتايب عندي 1 اند 2 بايوتايب بروديوس باكيوليتنج سايتوتوكسين، وهذا مهم جدا انه عشان هيك لما بدي اعمل كمان فحوصات للاتش بايلوري بهمني تايب 1 ولا تايب 2 عشان اعرف انها بتروح للالسر ولا لا. كرونيك جاستريك اند دودنال السر، جاستريك اند دودنال السر بتعمل على الجهتين. سيرفايفل فروم ستومك كانسر تجمالا اسوشيتد مع الستومك كانسر، مش كوزيشن اسوشيشن، اذا هي بتساعد على ولكن ليس مسبب. طبعا تعمل عندنا جاستريك ادينو كارسينوما وجاستريك ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما اللي هي مالتوما وبيسل ليمفوما، فهي بتعمل اسوشيتد مع الثلاثه بس هي مش كوزاتيف ايجنت. طبعا اليوم بال WHO هي اجمالا تايب 1 كارسينوجين، يعني هي من المساعدات جدا انها تعمل لي الكانسر. هون طبعا للمالتوما فيجر للمالتوما، اذا بندير بالنا هي اسوشيشن مع الكانسر نوت كوزيشن دايركت. وثلاث انواع اللي ممكن تعملهم. الدياجنوسيس اجمالا ممكن ناخذ بايوبسي كلتشر، ممكن نعمل جمزه اور سيلفر ستين ونشوفها في بايوبسي. سيرولوجي يوريا بريث تيست، اليوم كمان ممكن نعمل ستول تيست انتيجين في الستول. شو اليوريا بريث تيست؟ هذا اليوريا بريث تيست انه وهذا بنعمله كثير انه بنعطي الشخص يوريا في التوم، نعطيه اليوريا. اليوريا لما بعطيها في التون بتكون معها الراديو اكتيف كاربون ليبلد، فاذا عنده الاتش بايلوري في الامعاء فهي يورياز بوزيتيف، فراح تحول لي اليوريا لسي او 2 مع الان اتش 3. فبعدين انا باخذ النفس منه لانه السي او 2 اذا طبعا
CO2 المفروض انه يطلع CO2 عاديه، بس اذا طلع CO2 مع الكربون اللي هو ليبلد كربون معناته كان في يورياز اكتيفيتي، في عنده في المعده اللي اطلعت لي CO2 لبرا. اذا ما طلع معناته هو ما عندهش اليورياز اكتيفيتي في المعده. اذا انا بفحص بالنسبه للبريف بفحص اليورياز اكتيفيتي في الامعاء، ان انا بعطي اليوريا، هاي اليوريا ليبلد، الليبل على الكربون لانه راح يطلع عندي المنتج الاخير CO2، بس CO2 انا بفحصه بوجود او عدم وجود. التريتمنت طبعا عده ريجيمز، يعني عده كل بيعتمد على كل يعني البلد، الاطباء، في عندنا عده طرق للعلاج. طبعا ممكن اول شغله لازم تعرفوا انه لازم نعطيهم طبعا الاوميبرازول. الاوميبرازول اللي هو اجمالا بروتون بامب انهبيتر، يعني اجمالا بروتون بامب انهبيتر او امبرازول، اي واحد يعني بي بي اي اوكي. امبرازول بعدين بعطي انا اجمالا تو انتي بايوتيك، تو انتي بايوتيك اجمالا. هذا مثال على ثلاثي اللي هو امبرازول، اموكسيسيلين، كلاريثروميسين، يعني بعطي تو انتي بايوتيكس بلس امبرازول. طبعا ممكن طبعا تريت فور 10 تو 14 دايز، وهذا كثير بتشوفوه يعني عندنا في البلد، نعطيه الثلاثه وبنعطي لمده 14 يوم دبل ل 14 يوم. ممكن يكون رباعي اوكي، ممكن اجمالا خاصه الكاليثرومايسين ريزيستنس بنعطي البروتون بامب انهبيتر، بنعطي بيزموث وتو انتي بايوتكس مترونيدازول تتراسايكلين. هذا كمان مثال على الرباعي. اذا بروتون بامب انهبيتر تو انتي بايوتيك، بضيف عليهم البيزموث خاصه اذا الكاليثرومايسين ريزيستنت، في حاله الكاليثرومايسين ريزيستنت. البيزموث اجمالا بالزمانات كانوا يعالجوا البكتيريات في البيزموث. البيزموث اجمالا بيلعب دور كبير في بتكسير البكتيريا وانهبيشن كثير من الانزيمات اللي بتعيش فيها البكتيريا، فهو مساعد على قتل البكتيريا، بالاضافه انه بيلعب دور في اجمالا مع البي اتش ولعبة البكتيريا. اجمالا هنا بهذا النص خلينا نقرأ سوا. It was shown that metronidazole and clarithromycin resistant H. pylori strain become susceptible if they are administered together with bismuth. بمعنى آخر induce sensitivity في للانتيبيوتكس في حالة وجود البزموث. يعني أنا ساعدت حتى يعني منعت البكتيريا من الريزيستنس تاعتها فصارت سنسيتيف للانتيبيوتيك. الاذر هيليكوباكترز في عنا سينيدي، فينيلي، هذول السينيدي هي انتيروباثوجينيك مالا، ممكن تروح على الهيباتيك ليفر. طبعا اجمالا زي ما حكينا الهوموسيكشوال خاصه معهم اتش اي بي، طبعا جاسترو انترنايتس سيبتيسيميا، عندي بروكتوكولايتس وسيليولايتس ممكن تعمل عنا. الفينيلي انتيرو هيباتيك نفس الشيء، فروم هوموسيكشوال مع الاتش اي في تعمل عندي جاسترو انترايتس سيبتيسيميا وبروكتوكولايتس، بس نادرا ما تعمل سيليولايتس. عندنا في عندنا هيليكوباكتر سبيشيز اللي هي فليكسبيرا تاكسون 8، تعمل عندنا بكتيريميا وسيليولايتس في الاميونوكومبرومايز بيشنت. في عنا مجموعات تانية بتعمل عنا اللي هني إجمالا غاسترو انترايتس، هذولا نادرا، هذول بيجونا من الحيوانات ولكن نادرا ما نشوفهم بالإميونوكومبتنت بيشنت، ولكن بيكونوا في الإميونوكومبرومايز بيشنت، بس نادرا ما نشوفهم في الإميونوكومبتنت. هذه إجمالا في اليابان حالي في الموليكولر بيميولوجي لإلها. كان عنا طبعا مش ضروري تكون في إجمالا بس في الهوموسيكشوالز، اجمالا زي ما انتم شايفين كانت عندنا مجموعه كبيره من الناس اللي كانت مصابه فيها، طبعا مع سيليولايتس مع كولايتس اللي عملت عندهم مشاكل. الاوفيريان ابسس باي هيليكوباكتر سينيدي بيشنت وذ اندو متريوسيس، هاي كمان بيبر سنه 2019، وطبعا ديروا بالكم عليها انه يعني ممكن تعمل عندنا ابسس. اليوم الريسيرش كثير قاعده على هدول البكتيريات خاصه في الاميونوكومبرومايز بيشن. اجمالا زي ما بنحكي دائما انه كثير عندنا من البكتيريات اللي هن بالعاده ما كانوا يصيبونا،
بالعادي ما كانوا سيبونا، ولكن في شغلة لازم تعرفوها. الاميونوكومبرومايز بيشنت او الهوموسيكشواليتي او يعني اجمالا الاميونوكومبرومايز معناته انا شلت الجهاز المناعي. الاميونوكومبرومايز يعني صار عندي البكتيريات اللي ولا مره كانت ممكن تعمل عندي مرض لانه انا جهاز المناعي عندي شغال، صارت تعمل عندي امراض، وهذا راح نشوفه كثير في بعض الاوبورتونست انفكشن. بالاضافه الهوموسيكشواليتي اللي هي الـ abnormal root of entry. إجمالاً إحنا الـ root of entry للباثوجينز بتكون عندي أو كل أي شيء للجسم عندنا root of entry لازم يكون أورالي عشان يمرق من المعدة عشان يمرر الأشياء للأمعاء. وهنا في عندي ممر اللي هو البي اتش العالي جدا، البي اتش الواطيه هي اجمالا الحموضه العاليه في الامعاء في المعده اللي بتمنع عندي مرور الباثوجينز، او بدي دوز عالي جدا لكثير من الباثوجينز. ولكن الانال روت، دخول الانال روت بدمر عندي كثير شغلات، انه انا مرقت من منطقه دايركت مباشره على الامعاء، فهنا ممكن تعمل عندي كثير مشاكل حتى اللي بالطبيعه مستحيل تعمل عندي مشاكل. فاجمالا الابنورمال سكس او اجمالا الامراض المناعيه او خطوط المناعه صار يورجيني كثير بكتيريات، عشان هيك راح نشوف كثير بكتيريات خاصه في الاميونوكومبرومايز بيشنت، راح نشوف شغلات كثيره ممكن تيجي يعني ما اخذتوها في الميديكال ماركر، وراح تشوفوها بالمستقبل في حياتكم العمليه، انه ما تستغربوا انه تشوفوا بكتيريا كانت معروفه انها ممكن تكون ما تعملش عندي ولا شيء إنها عملت عندي مرض. هيك بيكون عندنا إجمالا الشابتر هذا انتهى، وبتأمل إنه نربط علاقة المناعة بقوة مع